عن مهارات وأساليب العلاج السلوكي المعرفي. الحديث وللحديث عن هذا الموضوع ستكون معنا من السويد وعبر السكايب الأستاذة رشا ويليام، أخصائية في العلاج السلوكي المعرفي وحاصلة على شهادة الماجستير بعلم الأطفال والشباب. صباح الخير أستاذة رشا. صباح النور، أهلا وسهلا، شلونكم؟ يسعد صباحك ست رشا. هلا وزينب، هلا. اهلا وسهلا ست رشا. بداية خلينا نعرف يعني ما هو العلاج السلوكي المعرفي. يمكن اغلب الناس تجهل هذا الموضوع او تجهل موضوع السلوك المعرفي في هذا الاتجاه. اكيد اكيد، انا بس حابة اعرف شوية عصري على نفسي حتى المشاهدين يعرفوا شنو. مثل ما انت عرفتني انه انا اخصائية ومعالجة بعلم السلوك المعرفي، وبنفس الوقت حاصل على ماجستير بعلم الأطفال، والشهادة ما تسوي أو الرسالة ما تسويتها بالعراق. بس أنا من زمان أشتغل ويا الناس ككوتش، اشتغلت هواية ويا المراهقين والشباب اللي عندهم اضطرابات نفسية، واشتغلت همين ويا الأشخاص اللي عندهم أمراض نفسية بس موجودين بالإجرام، يعني قامين جريمة. أوكي، بس اليوم إحنا راح نتخصص على السلوك. مثل ما أنت قلت، مثل ما التقرير قال مساع، هو عن السلوك المعرفي أو علاج السلوك المعرفي، هو مثل ما نسمعه المعرفي، إنه إحنا نتعرف على مبادئنا قيمنا اللي تخلينا نفهم الشغلات أو نفهم السيتويشن، يعني في موقف معين يصير نحاول نفهم شنو إحنا معتقداتنا عليه. يعني كل شخص عنده معتقدات مختلفة. نقول مثلا اليوم أنا رايحة، أنا مثلا راكبين سيارة خمسة أو ثلاث أشخاص، كل شخص يشوف الحدث بطريقته من خلال معتقداته هو، وهو يركز هنا على الفكرة، يركز على الإحساس، ويركز على السلوك، وهذه الشغلات الثلاثة المرتبطات ببعض. نعم. طيب ست رشا، خلينا بالصورة، ما هو الفرق بين يعني العلاج السلوكي المعرفي وبين العلاج النفسي الدوائي؟ العلاج النفسي الدوائي هو نرجع لمدرسة فرويد، ومدرسة فرويد اللي هي هواي تركز على الإنسان بصورة كاملة، ويركز هواي على أول 6 سنين لما الشخص كان بداية طفولاته شنو مر، وهذا الشيء راح يأثر على شخصيته بالمستقبل. بس كعلاج سلوك معرفي يركز هواي على طريقة ردة فعلنا وسلوكنا على الموقف. هنا العلاج السلوك المعرفي ما يستعمل أدوية، الطب النفسي اللي احنا تعودنا عليه اللي هو فرويد، ان احنا ياخذ أدوية علاج، ياخذ علاج. هذا الفرق البسيط. بس هناك مثلا انه هذا همين اكو جلسات تكون اقل، يعني بمعنى انه مثلا جلسات السلوك اللي احنا تعودنا عليه الكلاسيك، ممكن الجلسه تكون من جلسه الى 40 جلسه او تكون كذا سنه، بس علاج السلوك المعرفي ممكن من جلسه الى 6 جلسات، او بس احنا بالاحرى دائما نقول مثلا 12 جلسه، لان فهو يرجع للمبادئ والقيم اللي احنا عندنا اياها. طيب يعني هل تتشابه طرق العلاج؟ يعني مثلا عندكم بالسويد نفس طرق العلاج اللي موجودة عندنا في العراق، يستخدمها الأخصائي في هذا المجال؟ يعني حضرتك تستخدمين نفس الطرق في السويد، وإذا جيت للعراق وعالجتي بعض الأشخاص ربما المرضى النفسيين، يعني نفس الطرق راح تستخدميها، ولا أكو تكنيكات تختلف بين البلدان أو حسب الثقافات أو حسب يعني الشخص المصاب بهذا المرض؟ سؤال كلش حلو عادل، لأن اليوم إحنا بالسويد عندنا الشخص من يروح المعالج نفساني أو دكتور نفساني مثل كأنما أي شخص رايح على مود يدير باله على بشرته أو يروح يتمرن. يعني هذا شيء كلش مهم أنه الإنسان شو اسمه يشوف شلون أقول يهتم بالداخل مالته. هسه كمعالجة سلوك، فأنا أركز هواي على أنه لازم الإنسان يكون مبدع. يعني أنا عندي الطرق، وعندي شلون يعني انا اعالج ودارسته ومشتغله ويا الناس، بس نفس الوقت لازم اكون هنا انا كلش نبيهه وسريعه، واكون كلش ذكيه شلون مثلا اقدر اخذ الفرصه. يعني كل مجتمع له مثلا مخاوفه مختلفه، يعني المخاوف الموجوده بالسويد او الفوبيا مثلا، ناخذ مثال الفوبيا، هاي الفوبيا مثلا موجوده بالعراق ما موجوده بالسويد. يعني ابسط مثال اقدر اخذه لك مثلا حيوان الكلب، هنا بالسويد كلش حيوان يعني زين واحد يحطه بالبيت،
بس بالعراق ممكن يكون الناس عندها هواي مخاوف منه. فالعلاج هو بصورة عامة هو مبدأ واحد، بس هنا ترجع همين على طريقة إشقد أنا أكون مبدعة بطريقة العلاج مالتي، إشقد أكون أقدر أسوي ثقة بيني وبين المراجع. لازم نبني ثقة كبداية. نعم ست رشا، ما هي الأمراض اللي ممكن أنه نعالجها بهذا النوع من العلاجات؟ هي الأمراض هواية. إحنا أكثر شيء مثل ما قلت أنا من الساعة إحنا نفوت نغير المعتقدات، بس أكثر شيء عندنا الكآبة، القلق، الOCD، الاضطرابات النفسية، المشاكل النفسية، حديث الذات السلبي اللي إحنا نغيره بالحديث الذات الإيجابي، هي هاي الفكرة. اضطرابات الأكل، اضطرابات أهم مثل ما قلتهم الساعة، اضطرابات الإدمان، أي سلوك سيء أنا اليوم أحس أنه هذا السلوك قاعد يأثر على حياتي وقاعد يأثر على تطوري، أنا أقدر ألتجئ إلى معالج سلوك يعني CBT. فهذا يعني هو يشمل هواي شغلات، يعني هذا الحلو بي. نعم طيب، يعني اليوم على اعتبار انه هذه ثقافة مراجعة الاطباء والاخصائيين النفسيين في هذا المجال وتحديدا في المجتمع العراقي، ربما هي يعني ثقافة جديدة وفي طور البدء، اليوم يعني الى اي مرحلة ممكن يوصل الشخص يعني تظهر عليه بعض الاعراض او بعض الاشياء اللي ممكن انه لازم يضطر في هذا الوقت لازم يروح للدكتور او الطبيب النفسي لمعالجة الحالة اللي يمر بها؟ أنا برأيي إنه الإنسان لما يحس أكو شيء قاعد يأثر على حياته أو غير حياته فلازم رأسا يتجه إلى معالج أو دكتور. وأكو شغلة اللي هي الكآبة مثلاً، هي الكآبة هي شنو مثلاً؟ لما تكون الكآبة لما نمر بخسارات. نعم. فإحنا من نمر بخسارات هنا راح يصير عندنا نوع من نوع الكآبة. دائماً الإنسان أو العقل أو الروح لما تعرف إنه أكو شيء دا يتغير، لما شيء قاعد يتغير بينا معناته إنه إحنا أكو شيء غلط، عندنا مخاوف، ألا عندنا فوبيا مثلاً، ألا عندنا مثلاً المشكلة مثلاً. أحياناً إحنا يكون عندنا مشكلة بس إحنا ما نعرف هاي المشكلة موجودة منا لما نقابل ناس ثانية. مثلاً أبسط مثال، شخص يشخر، عنده شخير عادي عايش طول حياته شخر والأمور طيبة، تزوج قالت هاي مشكلة، فهنا لازم مثلاً واحد يأخذ مساعدة. أو مثلاً أنا دائماً أقول الإرهاب الاجتماعي يبلش شوية شوية، إنه أنا الحديث ويا الذات مالتي يكون سلبي وشوي شوي يصير عندي مخاوف، شوي شوي أرجع لورا، شوي شوي ما أروح عن الأماكن بيها ناس، شوي شوي أظل بالبيت قاعدة وما أطلع من البيت. وبعدين هذا الشيء يأثر على اضطرابات بالجسد، اضطرابات نفسية، اضطرابات خوف، أظل أنا منعزلة. ومثل ما قلت لكم عندنا مثلا فتشي كلش هواي شائع بدولنا العربية اللي هو ما بعد الصدمة، إنه إحنا نمر بصدمات هواية بحياتنا. إن كانت خسارات، إن كان حرب، إن كان وفاة، ونكمل حياتنا، بس هذا الشيء راح يظل يأثر علينا وراح شوية مرور الوقت راح يعطينا هواي أعراض سلبية. فعلى مود هيك لازم واحد حتى لو ما يحس إنه هو عنده مشكلة بس يحس إنه هو مضايق مو غلط. سيد رشا، بالحديث عن المجتمعات العربية، لدى البعض في المجتمعات العربية أو العراقية يعني مسألة تجنب مراجعة الطبيب النفسي أو المختص السلوكي، شنو رأيك بهذا الموضوع؟ إيه هذا سؤال كلش حلو زينب، لأن صراحة هو هذا السبب من الأسباب اللي خلاني إنه أنا أركز على المجتمع العربي، لأن الفهم مالتنا يختلف هنا. وأنا لأن أنا ما عايشة بالعراق أكيد أنتم عندكم خبرة أكثر مني، بس أنا أعتقد إنه هذا السبب الأساسي. أول شيء إنه إحنا عندنا الخجل، التنمر، يعني خجل بمعنى إنه إحنا ما نحب نراوي أغلاطنا، ما نحب نراوي مشاكلنا لغيرنا، يعني هذا شيء إحنا تعودنا عليه. الشيء الثاني مثل ما قلت لكم التنمر، والشيء الثالث مع الأسف اللي أنا أشوفه بالقنوات العربية بالمسلسلات العربية إنه دائما الدكتور النفساني يكون شخصية غريبة، يكون ما يحفظ السر. هاي واحدة من الأسباب اللي تخلي الناس تخاف إنه هو ما يحفظ السر، بس بالعكس إحنا عندنا يعني كمهنيا وكأخلاقيا مستحيل نطلع السر، الأسرار تطلع. إنه الدكتور النفساني يكون شخص، هو أصلا دائما إحنا نسمع إنه الدكتور النفساني هو إنسان مريض، يعني محترمات اللي يسمعني بس أنتوا فاهمين شنو قصدي، وهاي النظرة أكيد تأثر، التلفزيون أكيد يأثر على المجتمع. نعم أكيد.
نعم فعلا ست رشا، يعني يقول بعض الخبراء انه علم النفس يعني هو ابو العلوم لانه يختص بدراسه جزئيات وحيثيات النفس البشريه والانسان، لذلك يعني ما هي الاثار الايجابيه المترتبه على الشخص عندما يعني يروح الى زياره طبيب نفسي في بعض الاحيان او مراجعه دوريه بشكل مستمر؟ اول شيء اذا فهمت سؤالك صح انه شنو الايجابيات انه واحد يروح الدكتور او معالج. اوكي، ايجابياتي هو مثل ما قلت لكم احنا بالغرب هنا نشوف هالشيء يعني مثل ما ندير بالنا على بشرتنا على صحتنا على جسمنا فندير بالنا على روحنا الداخليه. اليوم انا كل شيء انا احس به من جوا هو يحكس شخصيتي، يحكس راحة بالي، يحكس كل شيء جواي براني، اللي جواي يحكس اللي برا. ودائما احنا نقول مثلا هنا بالغرب الجسم والروح مرتبطات ببعض، فاليوم لما الواحد يروح حتى لو ما عنده مشكلة كبيرة، يعني أنا هواي ناس تتواصل وياي يكون عندهم مشكلة كلش بسيطة إنهم مثلا ما يقدرون يقولون لا، يعني دائما يطول خدمات للناس ويقولون إي إي إي، وهذا الشيء أثر عليهم ما يلحقون يسوون شغلاتهم يتعبون. فالإيجابيات كلش هواية، وخاصة لو واحد مر بظروف صعبة إيجابياتها بعد أكبر. والإنسان حلو يتطور بنفسه، حلو الإنسان دائما يتطور بنفسه، ولازم يشيل هاي شغلة العيب او ها تروح دكتور نفساني والتنمر. لا نعم. اليوم انا من اقول انا اروح دكتور نفساني معناتها انا دا اشتغل على روحي. نعم. حلو غلط صح. اكيد نعم ست رشا، مثل ما تعرفين حضرتك انه دائما احنا كمجتمعات عربيه عندنا مخاوف من اشياء عديده مثل ما ذكرتي، فكيف يتم علاج الرهاب الاجتماعي من وجهه نظرك، يعني خصوصا انه هذه هي ظاهره مجتمعيه عربيه شائعه؟ قصدك الرهاب الاجتماعي صح؟ سوشيال فوبيا. مثلا انا كان عندي كذا حاله، اول شيء احنا نقعد ويا المراجع نشوف شنو المخاوف مالته، نبني علاقة حلوة، بنفس الوقت نشوف شنو المعتقدات مالاته، بمعنى مثلا أنا اليوم أخاف أروح للشغل لأن الناس تباوع لي، ممكن وجهي يصير أحمر، ممكن أنا أقول كلمة الناس تستهزأ بي، فهنا أنا أفوت أنا بهاي المعتقدات وأحاول أغيرهن. بمعنى مثلا ممكن أنطي، يعني أكو هواي تمارين مختلفة حسب وين أنا موجودة حسب عمر الشخص، بس أقدر أعطيكم مثال أنا أخذته ببنية طالبة بالسادس. نعم. السادس عبادي. عندها مخاوف إنه توقف لأن كل ما يسوون مشروع أو يدرسون فشي لازم يسوون برزنتيشن عليه يعني قدام الصف. إيه. فهنا هي عندها مخاوف يصير وجهها أحمر، تحس نفسها راح تموت، روحها راح تموت، دقات قلبها تدق بسرعة، يصير ردات الفعل الفسيولوجية بالجسم قوية 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 بحيث تخلي الإنسان يهرب، لأن يعني دائما المخاوف هو هروب. احنا نهرب من شيء نحاول نتجنبه، فهنا شوي شوي نحاول مرنها. مثلا معنى اخليها هي تسوي برزنتيشن قبالي، مثلا اجيب زمايلي يقيموها، فلما يقيموها مثلا نقول لها هم ما يعرفون شنو راح نقيموك، بس هي راح تظل عندها معتقدات قويه انه لا هذول هم سووا هيك لان بس يردون يكونوا لطيفين وياي. بس شويه شويه نحاول نلقى طرق. قلت لك قبل ما ذكرت من الساعه انه الانسان لازم يكون بديهي، يعني لازم يكون كرياتيف، يعني اوكي انا اخذ هاي الفرصه، شنو طريقه عملك، شنو الشيء اللي مأثر، خلينا نسوي برزنتيشن على سكايب على كم شخص مثلا، وشويه شويه تتغير المعتقدات. وكل انسان حسب يعني حسب السيتويشن مالته من هناك انا يعني نبلش احنا الطرق. نعم ست رشا اكيد يعني كل اللي تحدثت به هو كلش مهم، ويعني هاي نصيحه للناس انه لازم تبدي تراجع الاخصائيين النفسيين، يمكن حتى اللي يقول اني ما عندي شيء اليوم، بس هو يمكن في موقف من المواقف تطلع هاي التفاعلات اللي داخليه عنده للخارج. نعم ومن الناس عادل. وممكن تاثر عليه مو فقط الاخصائيين النفسيين. نعم. يعني اكو مثل ست رشا اللي هم مختصين بالتدريب السلوكي. نعم. يعني احنا مو دائما نحتاج الى طبيب نفسي، ممكن اشخاص يكون هم مختصين بالتدريب السلوكي يصححون من مخاوفنا مثل ما هي بينت، اخطائنا، يبنون بشخصيتنا، يبرزون اشياء. نعم. ايجابيه. نعم. يعني احيانا الدكتور النفسي ممكن يكون علاجه كيميائي اكثر الى علاقه بكيميائيه الدماغ، بينما اكو مشاكل تحتاج الى تدريب سلوكي. فعلا. نعم. صح.
بالضبط بالضبط زينب، كلامك كلش حلو. هي بالضبط هاي، واليوم مثل ما قلت لازم نشوفها شيء ايجابي، مثل ما احنا ناخذ شهادات، مثل ما احنا نهتم بلبسنا، فاحنا لازم نهتم بروحنا ونهتم بتطوراتنا. يعني انا مثلا ما قلت، انا مثلا عندي شركه تختص بالاستشارات، مثلا وضع الهدف، شلون انا اوصل لهدفي. اكو ناس ما عندها هذا الحافز، ما تعرف شلون تستعمل القدرات اللي عندها جوا. فبالضبط كلام فعلا أستاذة رشا، يعني أكيد الحديث يطول في هذا الموضوع. الأستاذة رشا وليام أخصائية في العلاج السلوكي والمعرفي والحاصل على شهادة الماجستير بعلم الأطفال والشباب من السويد، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. بس انت حابة أقول شغلة لأكو وقت أو المجال نعم تفضلي تفضلي ست. نعم. شكرا شكرا جزيلا. بس حابة أقول شغلة كلش مهمة. أكو إنسانة عظيمة، فنانة راقية، أنا هو أحترمها وقدوة إلي. قبل كم يوم كان لها حفلة بجمهور كبير، الفنانة العظيمة أصالة. نعم. وقفت قدام المسرح وقالت إنه هي أخذت مساعدة الدكتور نفساني اللي هو دكتور مصطفى النحاس، وقدرت تعترف بهذا الشيء، مع انه هذا الشيء اكيد مو سهل عليها. وانا اتمنى انه كل شخص يشوف هذا الشيء ياخذها كقدوه، وياخذها بنفس الوقت انه يشوف انه هذا الشيء اكيد هو ما كان سهل عليها. ونفس الوقت لما يكون عندنا مشاعر، حاولوا توقفون بهاي المشاعر وتشوفون شنو هي هاي المشاعر. نعم نعم ست رشا وليام، شكرا جزيلا لانضمامك ويانا ضمن هذا الحوار الصباحي الجميل. شكرا لك.